نعم، احنا اليوم في هذا المكان، انا باسم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العراق، يعني نستنكر بشدة وبكل أسى هذا العمل الشنيع اللي أسميناه لا يعبر إلا عن شخصية غير عاقلة، مضطربة العقل بهذا العمل. يعني نحن لا نسمح، بكل تأكيد لا نسمح بالمس بالمعتقدات المقدسة عند الآخرين، وخصوصا أخوتنا وأحبائنا المسلمين اللي هم إحنا نعيش معاهم وهم يعيشون معانا في بلدنا هذا العراق الحبيب. لكنه واضح من هذا العمل يريد خدش اللحمة الوطنية، ويريد خدش هذا التلاحم والترابط الموجود فيما بيننا كمسيحيين ومسلمين وباقي الأديان أيضا وأيزيديين وصابئة. ولكنه ما يحصل أنه في كل حادثة مؤسفة من هذه الحوادث نشوف أنه إحنا نتلاحم أكثر ونرتبط أكثر وتزيد أخويتنا أكثر في هذا البلد. شكرا لكم.